قطاع السياحة الذي يعد قطاعا. السيد عبد الحق كرديد مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بجاية، بمناسبة تنشيط موسم الاستياف لسنة 2023 يعني لنا الشرف أن نستضيف القافلة الأولى للديوان الوطني السياحي الخاص بتنشيط يعني العمل على الترويج لمن أجل تنشيط موسم الاستياف للسنة الجارية بدار الصناعة التقليدية سيد علي البحر. كما نعلم أن الديوان له دور كبير في الترويج السياحي، خاصة بالنسبة أيضا يعني المناطق، كل المناطق السياحية وأنواع السياحة المعروفة. كذلك يعني بالنسبة لهذه السنة أخذ على عاتقه واللي نشكره جزيل الشكر يعني التعريف بالمنتج التقليدي ودوره في الترويج السياحي، خاصة بالنسبة لولاية بجاية اللي هي ولاية سياحية بامتياز، كما أنها ولاية أيضا تزخر برصيد متنوع من مختلف منتجات الصناعة التقليدية اللي تخص هذه المنطقة بمختلف يعني هذه المنطقة اللي هي غنية بتراثها الثقافي وتراثها المادي واللامادي، اللي يعني احنا نسعى من خلاله الى الترويج لمختلف منتجات الصناعة التقليدية، واللي هي تدخل في نشاط يعني في نشاط الغرفة، واللي هو في حد ذاته يعني يدخل في النشاط الوطني، يعتبر كمصدر لخلق مناصب الشغل، مصدر لخلق الثروة، وكذلك من أجل يعني القضاء أو التخليص من حجم البطالة. خاصة مدير بالديوان الوطني للسياحة. طبعا الديوان الوطني للسياحة في كل سنة يقوم بتصدير برنامج سنوي، برنامج ثري ومتعدد ومتنوع، وبالنسبة لموسم الصيف يخصص برنامج خاص لهذه التظاهرة، لأنه موسم الصيف كما نعلم جميعا هو موسم سياحي بامتياز في الجزائر، وبالتالي سطرنا برنامج ثري ومتنوع، وكانت بدايتنا من ولاية بجاية لأنها ولاية سياحية بالدرجة الأولى، ولاية سياحية بامتياز، ولاية تحتوي الكثير من المقومات السياحية والصناعة التقليدية، وبالتالي بتنسيق مع مديرية الغرفة الصناعة التقليدية ومديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية قررنا تنظيم تظاهرة سياحية الأولى في هذه الولاية المتعددة. طبعا ضمت معارض خاصة بها صناعة تقليدية والوكالات السياحية، وكذلك ندوة علمية من تنشيط أساتذة ودكاترة جامعيين وأكاديميين، إضافة إلى تنظيم رحلات استكشافية لوسائل الإعلام التي رافقتنا خلال هذا النشاط. طبعا ركزنا في هذه التظاهرة كذلك أو في الندوة العلمية على دور المنتج التقليدي في تنشيط السياحي، لأنه المنتج التقليدي كما نعرف جميعا له أهمية كبيرة جدا، أهمية ذات ثلاث أبعاد، أهمية اقتصادية باعتبار أن الصناعة التقليدية تساهم كثيرا في تنمية الاقتصاد الوطني، تساهم في الدخل الوطني، تساهم في القضاء على البطالة، تساهم في تحسين الجانب الاقتصادي للمناطق والقرى والأرياف كذلك، وبالتالي كذلك لها بعد اجتماعي من خلال تحسين معيشة الأسر في كثير من العائلات، والأسر تساهم الصناعة التقليدية في تحسين معيشتهم، كذلك حتى بعض العائلات وحتى بعض بالنسبة للمرأة التي لا يمكن لها أن تعمل في مؤسسات رسمية باعتبار بعض العادات والتقاليد، لكن الصناعة التقليدية تعمل على ترقية العمل النسوي والعمل العائلي كذلك. يكون في اليوم الأول معرض للصناعة التقليدية وبعض الوكالات السياحية، ثم ندوة علمية. اليوم الثاني راح يكون زيارة لأهم المعالم السياحية بالولاية. Bonjour, c'est Méditerranée Voyage, agence de voyage et du tourisme Mbjaya. Donc, حنا جينا pour باش نشاركوا في افتتاح الموسم الصيفي لهذا العام لترقية السياحة الوطنية في الجزائر. حنا invité par وزارة السياحة في الجزائر. حنا نديرو دي voyages organisés, نديرو nationaux et internationaux, tout ce qui est procédure de visa et العمرة.